استاذ احمد مستمرين والله، ودي توجيهات القياده السياسيه، مستمرين في المعارض، مستمرين في الشوادر، مستمرين بالدفع بالسيارات، مستمرين في تواجد السلع، لان مخزون استراتيجي امن، ودي اللي يمكن القياده السياسيه حريصه عليه من فتره، وطول كل اسبوع بتطمئن على المخزون الاستراتيجي والتعويض لاي سلعه تنقص، سواء كان بالمنتج المحلي وتعظيم المنتج المحلي. ويمكن شفنا على مدار الفتره الاخيره الزراعات التعاقديه وتشجيع المزارع المصري وتشجيع الصانع المصري وتعظيم المنتج المصري في السوق المصري ان شاء الله. طيب عندكم السلع الاساسيه، بتكلم على رز، على سكر، على زيت، على لحوم، على فراخ، كل ده متوفر وبكميات؟ متوفر عندنا 6 شركات زيت للشق القبضة، وعندنا 3 شركات قطاع خاص من أكبر الشركات. يعني مش هقول 10، بنتكلم في 10 شركات زيوت في المعرض، بنتكلم على منتجات ألبان في حوالي 8 شركات. بنتكلم بقى، مش عاوز أقول أسماء علشان السلاسل التجارية بشركاتنا اللي تعرف السلاسل، اللي احنا عندنا 1300 مجمع ممثلين بحوالي 20 منفذ في قلب المعرض. يعني منافذ متعددة، 400 منفذ في المعرض، دي ما حصلتش من سنين سابقة بصراحة. طيب النهارده الناس زي ما حضرتك بتقول شغال لحد 9 بالليل؟ لحد 9 بالليل، من 10 الصبح ل 9 بالليل. طيب احنا دلوقتي العربيات اللي حضرتك بتتكلم عليها من شويه، لان ده مهم كمان، انه في بعض الناس ما بيقدروش يجوا، يعني ما يقدرش يجي المعرض ده. العربيات دي فانتوا بتسهلوا على الناس النهارده، بتروحوا لهم الاماكن بتاعتهم؟ اشكرك، اقول اوضح للمعرض. يعني عندنا العربيات الشباب الخريجين دول 120 عربيه او 130، وعندنا 92 عربيه شقة القبضه. خير طبعا. احنا في مناطق زي الصعيد اللي هي مثلا الكره الصغيره، او المناطق الاكثر احتياجا، او المناطق ما ينفعش يقام في قريه صغيره خالص كده معرض. بتحصل قافله من 10 سيارات او 20 سياره بالاتفاق مع التموين والوحده المحليه، وبيتم بالدفع هذه السيارات في صورة قافله فيها جميع السلع بنفس المواصفات بنفس التخفيضات الى هذه المنطقه لسد احتياجات هذه المواطن، وكل مواطن يستفاد بالتخفيضات دي ويستفاد بهذه العروض والجوده العاليه في هذه الفتره في جميع انحاء الجمهوريه. بتعرضوا بيض هناك ولا لا؟ في بيض هناك النهارده ب 85 جنيه. 85 ان شاء الله. الابيض والاحمر ولا الاحمر اغلى؟ لا لا لا، بصراحه اللي انا شفته النهارده ابيض. ابيض 85 جنيه. طيب فاذا حضرتك بتكلمنا على 400 شركه، الشركات دي هل بتتحمل جزء من التكاليف زي ما بقول كده عشان ينزل ويبقى فيه خصم بيصل ل 50%؟ وال 50% على اي سلع لو حضرتك متذكر؟ يعني زي الدواجن مثلا، شفت النهارده قلت 65، النهارده الدواجن بره وصلت اكتر من 130 مليون مطبوع. النهارده الرز عندنا ب 14.5، تعرف الرز الفشار وكان بتفاوت، السكر في اسعار تخفيضات عاليه جدا جدا جدا، اليميش النهارده بيبدا هناك من 22 و24 جنيه، البلح في اسعار يعني تخفيضات عاليه جدا في هذا المعرض، لان كان في اللقاءات التحضيريه اللي انا حضرت احد اللقاءات التحضيريه مع معالي وزير التموين مع التجار، قال لهم مش لازم نكسب، قال لهم ايه اللي عن المشاكل اللي عندكم في المواني هنطلع لكم السلع، ايه مشاكلنا؟ النهارده احنا بنشتغل على مشاكل المصانع اكتر من الرقابه عشان السلع تطلع من المواني، عشان المصانع تشتغل بكامل طاقتها. يمكن مع وزير الامر شركات الزيوت تشتغل من شهر بزياده الطاقه الانتاجيه 10,000 طن شهريا لتوجبات شهر رمضان، اللي بيزيد في الاستهلاك اكتر من 50%، انت عارف بقى العادات المصريه. ومصر ما ادراكها ما مصر بقى في شهر حاجة رمضان حاجه جميله يعني. جدا اجمل شيء، اجمل رمضان في مصر. طبعا كل سنه طيبين، والشعب المصري الخير جاي فيه في رمضان، قلنا اللحوم جايه من تشاد، اللحوم جايه من البرلين، اللحوم جايه من هنا ومن هنا، الخير جاي كتير والله، والخير في مصر كتير، ومصر دايما بخير ان شاء الله. جالنا قمح قريب من روسيا؟ جاي قمح من روسيا، وصل 100,000 طن، وفي القمح النهارده انت عارف الجريد طالع خلاص الموسم في شهر ابريل. وعندنا قمح مخزون استراتيجي اكتر من 3 شهور، ودي ما حصلتش في اي سنه من السنين رغم الظروف العالميه، ان احنا عندنا قمح وبنبيعه من عبر المنصه من خلال هيئه السلع التموينيه للقطاع الخاص، وده حدث تاريخي في مصر يعني. لا يعني حضرتك بتقول لي 100,000 طن جم من روسيا؟ جايين من روسيا، اللي وصلوا يعني على يعني كنت تكون وصلوا في بالفعل يعني ان شاء الله. اعتقد ميناء دمياط يمكن؟ ان شاء الله وصلوا. بشكرك شكرا جزيلا مهندس عبد المنعم خليل، بشكرك رئيس قطاع التجاره الداخليه في وزاره التموين استاذ دكتور خالد القاسم. اولا مساء الخير على حضرتك. النهارده في مجلس الوزراء خد قرارات خاصه بفتح واغلاق المحلات في شهر رمضان الكريم، ماذا عن التفاصيل؟ اهلا وسهلا استاذ احمد، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر، كل سنه وانتم طيبين. بالفعل يا فندم النهارده مجلس الوزراء اقر يعني قرار السيد وزير التنميه المحليه فيما يختص ب
مواعيد الغلق بالنسبة للمحال العامة والمولات والبازارات والمطاعم. إن شاء الله هيبقى الغلق في يعني في رمضان وحتى كمان نهاية أجازة عيد الفطر المبارك إن شاء الله الساعة 2 صباحا. وطبعا خدمة وتوصيل الطلبات للمنازل في قوية على مدار 24 ساعة بالنسبة للكافيهات والمطاعم. كمان بالنسبة للورش إن شاء الله هتقفل الورش الحرفية اللي هي جوه الكتل السكنية إن شاء الله يوميا. الغلق هيكون 10 مساء طبعا. أما الورش اللي موجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة دي للمواطنين دي طبعا بتستثنى من هذا القرار. كمان بيستثنى من هذا القرار طبعا كما حضرتك تعلم السوبر ماركت والبقالات وطبعا المخابز والأفران وكذلك الأمر محلات بيع الفاكهة والخضار ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. كل دول شغالين يا فندم نظرا لطبيعتهم طبعا المستدامة يعني. طيب دكتور خالد، فيما يتعلق بالنهارده والامطار ومتابعتكم كغرفه عمليات في وزاره التنميه المحليه، تابعتوا حاله الطقس ازاي في على مستوى الجمهوريه؟ يعني احنا رابطين غرفه عمليات وزاره التنميه المحليه مع غرف الازمات والعمليات في المحافظات مع المركز مع الغرفه المركزيه في دعم واتخاذ القرار. خليني افتح حضرتك يعني اخر تقرير يعني اللي عرضت على معالي الوزير اللي هو هشام امنه وزير التنميه المحليه، كان طبعا لمتابعه حاله الطقس استمرار حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه في بعض المحافظات. وكان في سقوط لامطار خفيفه المتوسطه على مدينتي طور سينا وسانت كاترين في جنوب سينا مع تساقط سلوك خفيفه. وسقطت امطار برضو متوسطه على مدينتي غارب والزعفرانه في البحر الاحمر. اما بقى فيما يعني امطار متفاوته تشد على احياء في الاسكندريه المتزه اول وثاني والعمريه اول وثاني وحي شرق ومدينه برج العرب. وطبعا شركات